بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله شباب، أهلا ومرحبا فيكم مع آخر مثال في الران كام باور سايكل. والمثال هذا تطبيقي على الريجنريتيف ران كام باور سايكل بنوعيها اوبن فيد ووتر هيتر وكلوزد فيد ووتر هيتر. من دون تأخير نبدأ نقرأ المسألة. بدلا من أن أقرأ التفاصيل هذه، دعني أشرح لك الوضع هنا على الدياجرام وعلى التيس دياجرام. عندك الآن هذا هو البويلر، وقدامك الستيم يخرج ب 480 درجة مئوية، والضغط زي ما قال لنا هنا 8 ميجا باسكال. يتمدد الستيم في التيربان الأول من نقطة واحد إلى نقطة اثنين. هنا عند النقطة اثنين نسحب أول اكستراكشن من الستيم، مقداره واي برايم. نخلي الستيم يواصل إلى نقطة ثلاثة. نقطة ثلاثة هذه الضغط حقها 0.7 ميجا باسكال. نأخذ عندها الستيم ونعيده إلى الستيم جنريتر أو إلى البويلر. لكن لاحظ معين الستيم هذا اللي راجع الستيم جنريتر، الماس فلوريت حقته أو الفراكشن حقها 1-Y برايم، ليس كامل الماس فلوريت بل 1-Y برايم. يتم تسخين الستيم إلى نقطة 4 اللي الحرارة حقتها 440 كما هو مبين هنا، ثم يعاد إدخاله إلى الجزء الثاني من التيربان أو السكند تيربان. هنا يتمدد الستيم من نقطة 4 إلى 5. عند 5 برضه we extract a certain amount of steam at an extraction pressure of 0.3 ميجا باسكال. ومقدار الماس هنا المسحوبة y double برايم، y double برايم اللي حاصل قسمة m.5 على m1، وهنا الواي برايم هي حاصل قسمة m.2 على m.1. طيب، وفي بقية التيربن هنا the steam expands from 0.5 all the way to 0.6. هذه هي 0.6، ومقدار الماس هنا التي تمر إلى الكوندنسر الآن أصبحت 1-y برايم اللي هو هذه minus y double برايم. يدخل الستيم إلى الكوندنسر كما ترى من هنا من نقطة 6 إلى نقطة 7، والبريشر حق الكوندنسر كما ترى 0.008 ميجا باسكال. The steam is being compressed from 0.7 to 0.8 as you can see here. And then both streams at 0.8 and 0.5 are mixed together in the open feed water heater. فما الذي يحصل يا شباب؟ يسخن الستريم البارد هنا من نقطة 8 إلى 9، أوكي؟ من نقطة 8 إلى 9، بينما الستريم الحار هذا يبرد من نقطة 5 إلى نقطة 9. نقطة 9 هنا قال لك إنها saturated liquid state at 0.3 ميجا باسكال. ثم يأخذ الستيم اللي هنا اللي عند نقطة 9 اللي عند نقطة 9 هنا، ويدخل إلى البمب الثانية ويتم رفعه إلى P10 من 9 إلى 10. البريشر هنا at 0.10 هو البويلر بريشر، أوكي؟ لأنه حيمشي سيدة إلى البويلر هنا. طيب كيف سيتم تسخين هذا السائل هنا at 0.10؟ لاحظ أنه حيمر الآن في closed feed water heater، أوكي؟ وليس open feed water heater، حيث أنه يمر عليه الستريم هذا اللي هو y prime بس لن يختلط معه. وبالتالي اللي حيحصل الآن أنه الستيم at 0.10 حيسخن إلى نقطة 11، بينما الستيم at 0.2 حيبرد إلى النقطة 12. أوكي، هذه نقطة 2 اسحبها إلى هنا، حيبرد الستيم من 2 إلى 12، وهذا حيسخن من 10 إلى 11. نقطة 11 هذه حرجة شوية لأنه لا نعرف إلا الضغط حقها اللي هو 8 ميجا باسكال. فبين لك ونص على أنه أيضا حرارتها 205 درجة مئوي، هذا مفيد لنا في تحديد الانثالبي. بعد كذا يتم تسخين الستيم من نقطة 11 all the way to point 1 هنا، اوكي، من نقطة 11 إلى نقطة 1. هذا هو وصف المسألة يا شباب، وقال لك النت باور اوتبوت اوف ذا سايكل از 100 ميجا وات، وذير از نو هيت ترانسفير فروم اني كومبوننت تو ذا سراوندينج، وأيضا قال لك إنه ما في ولا الريفرسيبلتي ان اول ذا كومبوننتس في التيرباز والبامبس والبويلر والريهيتر والكوندنسر، يعني ايديال. طلب منك ايجاد الثيرمال افشنسي وايضا الماس فلو ريت اوف ذا ستيم انترينج ذا فيرست تيربان ان كيلو جرام بير اور، يعني يبغى ام دوت 1. هذه المساله يا شباب، وان شاء الله ما هي صعبه. نعم شويه كبيره
لكن حبيت أشرحها لأنه احتمال يجيكم البروجكت عليها إن شاء الله في قرب نهاية السمستر. هيا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ إحنا وياكم نوجد الإنثالبز الآن لجميع النقاط الأحد عشر. نبدأ من نقطة واحد يا شباب. نقطة واحد نعرف عندها توب روبرتز هنا اللي هو 8 ميجا ماسكال و 480 درجة مئوية. مباشرة أقرأ الـ H1 بـ 3348 وأقرأ محل S1 6.6586 ثم بعد ذلك أنتقل إلى Point 2. Point 2 هنا الـ Extraction Pressure الخاص بها هو 2 ميجا باسكال أوكي ولا أجد Property ثانية. لكن لحظة ليست هذه العملية Isentropic؟ بلى. إذن S2 هنا تساوي S1 هنا وبالتالي عندي 2 Properties كما ترون. S2 تساوي S1 والبريشر ب 2 ميجا باسكال وبالتالي أقدر أحصل على الانثالبي at state 2 بالمقدار الذي ترونه. واصل ستيم تمدده من نقطة 2 إلى نقطة 3 isentropically. الريهيت بريشر هنا كما ترون 0.7 ميجا باسكال وبالتالي 0.3 هنا معروف عندها البريشر 0.7 وS3 هنا حتساوي S2 حتساوي إيش S1 وبالتالي أقدر أجيب الـ H3 كما ترون هنا H3 تساوي 2741.8 و S3 جبناها 6.6586. الخطوة التالية أني أجيب الانثالبي at state 4. ما هي البروبرتيز التي أعرفها هنا؟ والله أعرف أن البريشر حق الريهيت هنا هو 0.7 ميجا باسكال وإن درجة الحرارة 440 سوبر هيتد. أقوم مباشرة أجيب الانثالبي at state 4 كما ترى 3353 وأجيب الـ S4 هنا كما ترى 7.75 لأني أعلم أن S4 هنا حتساوي S5 هنا وبالتالي أستخدم هذه القيمة في تثبيت State 5 التي أعلم أن البريشر عندها 0.3 و S5 تساوي S4 مباشرة. هذه هي النقطة أقدر أجيب الانثالبي H5 اللي هي 3101.5 كيلو جول بير كيلوغرام. يواصل ستيم تمدده فيما بقي من التربينة الثانية من نقطة 5 إلى نقطة 6 حيث أن البريشر عند نقطة 6 كما ترون هو الكوندنسر بريشر ومقداره 008 ميجا باسكال وS6 هي أيضا S4. الله يعيننا سوي انتربوليشن وأشتغل وأجيب H6 اللي هي 2428.5 كيلو جول بير كيلوغرام. ثم يبرد هذا الستيم أو ما تبقى من الستيم عبر الكوندنسر من 6 إلى 7. نقطة 7 هنا هي Saturated Liquid State at 008 ميجا باسكال وبالتالي H7 هنا حتساوي HF at this point مقدارها 173.88 كيلو جول بير كيلوغرام. يتم ضغط الستريم من 7 إلى 8 من 7 إلى 8 وإذا تذكرون وكررنا عدة مرات الآن الانثالبي at H8 هنا حتساوي الانثالبي at H7 مضافا إليها الورك الخاص بالبمب. ما هو الورك الخاص بالبمب هنا؟ هو Saturated Liquid Specific Volume هنا مضروبا في الفرق ما بين الضغطين. الضغط هذا اللي هو 0.3 ميجا باسكال ناقص الضغط هذا اللي هو 0.008 ميجا باسكال مع ملاحظة أني لازم أضرب في 1000 حتى تكون الوحدات هنا بكيلو باسكال. تطلع لي H8 بكم؟ ب 174.17 كيلو جول بير كيلوغرام. الذي يحصل هنا داخل الـ Open Feed Water Heater اللي الضغط حقه 0.3 ميجا باسكال انه يلتقي فيه اكثر من ستريم. يسخن الستريم at state 8 الى ان يصل الى state 9 اللي هي saturated liquid state at 0.3 ميجا باسكال اللي هو ضغط السحب هنا at y double prime واللي هو ايضا ضغط الهيت اكسشينجر هذا او الميكسنج تشامبر هذه. ويبرد الستريم اللي هو at state 5 الى ان يصل الى state 9 اوكي. طيب ممتاز جدا. وعندي ستريم ايضا اللي هو ات ستيت 13 داخل الى الاوبن فيد ووتر هيتر. هذا ما ادري ليش داخل لكن اهو هذا هو اللي موجود في الرسمه وسأبين لك ما هي الانثالبي هنا. لكن الذي حدده لنا في الرسمه كما نرى ان الستيت هذه ستكون ساتوريتد ليكويد ستيت ات 0.3 ميجا باسكال وبالتالي فان الانثالبي حقتها ستكون اتش اف ات ستيت 9 هنا HF at 0.3 ميجا باسكال مقدارها 561.47 كيلو جول بير كيلوغرام. الآن أنا أبغى أجيب ستيت 13 هذه لكن ما عندي معلومة عنها. ستيت 13 هذه جاية من فين؟ لو جيت أتتبعها أرجع إلى الوراء أحصل هنا ثروتلينج فالف وأرجع أصل إلى ستيت 12 هنا.
ستيت 12 هذه يا شباب اهو شوف هنا ساتوريتد ليكويد ستيت اللي هي النقطه اللي خرج عندها الستريم اللي برد من 2 الى 12 من 2 الى 12 اذا ستيت 12 ايزي اهي زي ما انت شايف ساتوريتد ليكويد ات 2 ميجا باسكال واقدر اقرا اتش 12 تو بي 908.79 وبما اني بسوي ثروتل عشان انقص الضغط من نقطه 12 الى نقطه 13 لازم انقص الضغط من 2 ميجا باسكال الى 0.3 ميجا باسكال انه ال H13 حتساوي H12 H13 حتساوي H12 كما ترون 908 وهنا 908 نرجع لستريم 9 الان ستريم 9 الان سيتم كبسه الى نقطه 10 اهو من 9 الى 10 وبالتالي كما تعلمنا H10 حتساوي H9 زائد الورك من 9 الى 10 اهو H10 حتساوي H9 زائد الورك من 9 الى 10 الورك هذا يساوي specific volume at state 9 هنا في الفرق ما بين الضغطين P10 اللي هو 8 ميجا باسكال ناقص P9 اللي هو 0.3 ميجا باسكال وخليها واضرب في 1000 عشان يصيروا كيلو باسكال إذا سويت العملية هذه تطلع لك النتيجة 569.73 كيلو جول بير كيلو جرام آخر نقطة الآن يا شباب اللي هو نقطة 11 هذه نقطة 11 هذه الذي يعرفه أن عندها one property اللي هو البرشر 8 ميجا باسكال ولكني قلت لكم أيضا كما ترى من هنا أنه حدد لي التمبرشر حقتها اللي هو 205 وبالتالي الستيت هذه ستيت 11 this is clearly compressed liquid you can verify it فكيف أجيب الـ H هنا؟ والله إحنا تعلمنا إنه الـ H هنا حتساوي HF هنا at the given temperature خليني أسوي لك بس هذا وأكبر شوية شوف يا ولدي الآن هذه 205 سويت خط بهذه الطريقة والخط الأخضر هذا هو الساتوريشن بريشر الخاص بـ 205 درجة مئوية وبالتالي إذا تبغى H11 بقول لك إقراها at HF هنا الساتوريتد ليكويد انثالبي لكن الانثالبي حساسه في البريشر اذا تذكرون وكنا نقول ان الانثالبي تساوي اتش اف زائد مقدار معين ما ادري اذا تذكرون هذا التقريب من ايام زمان ولا لا اهو انا بكتب لك هنا الانثالبي ات اتش 11 حتساوي اتش اف ات 205 زائد المقدار هذا وخليني اكبر شويه هذا المقدار يمكن ما كنا نطبقه ايام زمان في ثيرمو 1 لكن كنت اقول مهم جدا اذا كان الفرق ما بين الضغوط عالي ايش هي الفرق ما بين الضغوط اذا كان الضغط عند النقطه هنا عند نقطه 11 اللي هو 8 ميجا باسكال which is the real pressure اعلى بكثير من الساتوريشن بريشر الخاص ب 205 هنا فلازم انك تضيف ايش المقدار هذا اذا بي 11 هنا حيكون 8000 كيلو باسكال وبي سات ات 205 وتفر تز حتقراه انت اكيد حيكون اقل من 2 ميجا باسكال تسوي حسبتك وتطلع النتيجة كما ترى 882.4 كيلو جول بير كيلو جرام ممكن يجيني واحد يقول طيب ما أبغى الأبروكسيميشن هذا ما دام يا دكتور إن البريشر عالي جدا 8 ميجا باسكال فحتما إنه موجود في الكمبرس ليكويد تيبل أقول له كلامك سليم روح إلى تيبل A5 وإقرأ الإنثالبي وحتحصلها قريبة من هذا المقدار الحمد لله المسألة الآن أصبحت under our control إحنا جاهزين الآن نجيب الافشنسي الخاصة بالمحطة قبل ما أجيب الافشنسي كما تعلمون أنا بحاجة أني أجيب الواي برايم ويش والواي دبل برايم طيب إيش أعمل بسم الله الرحمن الرحيم عشان أجيب الواي برايم أطبق الانرجي بالانس على الكلوزد فيد ووتر هيتر اللي هنا كما ترى من دون أي يعني تأخير هذه النتيجة حتكون H11 minus H10 على H2 minus H12 عوض يطلع لك 0.1522 يعني كم 15% يعني أول سحبة هنا من الستيم حتساوي 15% طيب أنا الآن أبغى أعرف قديش السحبة الثانية How much I extract from the steam at 0.5 حباً وكرامة طبق الانرجي والماس بالانس على الأوبن فيد ووتر هيتر ملاحظاً الآن أن الأوبن فيد ووتر هيتر يدخله كم؟ ثلاثة ستريمز 0.5 و 0.8 و 0.13 ويخرج at 0.9 نقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو القانون 0 حيساوي الانرجي اللي داخله at 0.5 or at state 5 زائد الانرجي اللي داخله at 0.8 m.8 h8 زائد الانرجي اللي داخله at 0.13 اللي هي m.13 h13 ناقص الانرجي اللي خارجه at 0.9 اللي هي m.9 h9
قسمت ال M.5 على M.1 هو M.5 على M.1 يعطيني Y دبل برايم. ولو قسمت M.8 على M.5 ما أعرف، لازم أتتبع ال M.8 وين تروح. M.8 هي M.7 و M.7 هي M.6. أها هذه هي. إذن لو قسمت M.8 على M.1 حتعطيني 1 minus Y برايم minus Y دبل برايم. ولو قسمت M.13 على M.1 ينبغي أن أتابع M.13، أشوف من فين جايتني M.13 13 12. هذا هو ماشي لهنا لحد ما أوصل لاثنين. أوكي، إذا 13 هي M.2، فM.13 على M.1 هي Y برايم. ممتاز جدا، Y برايم هذا هو Y برايم. وM.9 هي M.1، وبالتالي حتكون القسمة بواحد. إذا صار عندي هنا Y دبل برايم، وهنا y minus y، وهنا 1 minus y prime minus y double prime، وهنا y prime minus ال h9. رجاء اذا ما فهمت هذه النقطه عيد المقطع السابق تفهمها مزبوط. الان كل ما عليك انك تسوي ري ارينج فقط، وكل الانثالبز موجوده عندك، وايضا y prime احنا جبناه قبل شويه، فتقدر تحصل على y double prime بالمقدار هذا 0.0941، يعني انت هنا تسحب 9%. خلاص انا الان جاهز اجيب الافشنسي، ولكن عشان اجيب الافشنسي لازم اجيب الورك حق التيربن الاول المكون من جزئين، البارت هذا والبارت هذا. الفيرست بارت الستيم كله ابوه يمر عبره، وبالتالي h1 minus h2. السكند بارت اوف ذس تيربن يمر فيه 1 minus y برايم، وبالتالي لازم تكون، وبالتالي لازم أضربها في H2 minus H3. عوض بالإنثالبز اللي إحنا جبناها لك قبل شوية حتطلع لك هذا المقدار. نذهب إلى الجزء الثاني، التربين الثاني هذا حيكون عندي الجزء هذا أوكي يمر فيه كم 1 minus Y prime. إذا ما أنت لاقط الفكرة، أهو إحنا هنا هذا من 4 إلى 5 يكافئ التربين اللي هنا أوكي، يكافئ البارت هذا، ويمر عبره كم 1 minus y prime. طيب تضربها في h4 ناقص h5 زائد الورك الذي يخرج من this part okay. اللي هو من h5 الى h6. حتلاحظ ان الستريم هنا هو 1 minus y prime minus y double prime، هذا هو 1 minus y prime minus y double prime. وهنا غلط يا شباب، المفروض احط double prime في h5 ناقص h6، عوض تطلع لك هذه النتيجة. طيب حمشي أنا الآن لحد ما أوصل إلى البامب هذه اللي هي من 7 إلى 8، كم الورك حقها؟ H8 ناقص H7 مضروبا في الماس فراكشن، هذا يطلع لك فقط 0.22 كيلو جول بير كيلوغرام. أما البامب من 9 إلى 10 اللي هي هذه، فكما ترى أن الفل ستريم يمر فيها، وبالتالي الفراكشن هو بواحد. H10 minus H9 تطلع 8.26 كيلو جول بير كيلوغرام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بقي شيء يا شباب؟ اي نعم، بقي احسب الكيو ان، كم الهيت اللي دخلت الى الستيم حقي. والله انا سخنت من فين؟ سخنت من 11 الى 1، وايضا في الريهيت لما رجعت سخنت من 3 الى 4، وبالتالي في كيو ان حتساوي h1 minus h11 زائد h4 minus h3 كما ترى، مضروبة في الماس فراكشن اللي هو 1 minus y prime، هذا هو المقدار حقها. إذن يا شباب أقدر أقول efficiency حتساوي الورك of the first turbine زائد الورك of the second turbine minus الورك of the first pump minus الورك of the second pump، وعفوا هنا غلط، المفروض أنها pump 2 على الQN. تطلع النتيجة ما شاء الله تبارك الله 43%، which is a good value, this is a great value. أتمنى أني ما كنت أسرعت شوية في شرح هذا المثال، لكن حتستفيد منه إن شاء الله لو تبغى تطبق في الكوأب، أو غالباً حتستفيد منه في نهاية السيمستر، لأنه بيكون عندك تشتغل على برنامج الـ EES أو الـ EES، وتسوي بارامترك ستدي أو whatever your instructor will ask you. أتمنى أنكم فهمتوا معايا، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.